المشاهدون الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من منشطات سودانية. نصحبكم خلالها في جولة مع أهم ما خرجت به الصحف المحلية والعالمية والوسائط الاجتماعية، فمرحبا بكم. من جديد أهلا بكم، ونستهل هذه الجولة مع أهم عناوين صحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح، والتي تناول معظمها ردود الأفعال حول ما تردد عن ري مزارع بشرق النيل بمياه الصرف الصحي. عدد من الصحف أفردت مساحة مقدرة لتصريحات وزير الصحة الاتحادي باتخاذ إجراءات للقضاء على الإسهالات بصورة تامة. وتفردت صحيفة آخر لحظة بخبر جاء بعنوان قرارات أمريكية مرتقبة بشأن السودان اليوم. ومن منشطات صحيفة السوداني الرئيسة نقرأ السلطات الأمنية تفك طلاسم اختفاء 4 صبيان من كسلا. إلى صحيفة الانتباه والتي انفردت بعنوان الرئيس جاء فيه البرلمان دخول حاويات مخدرات جديدة. صحيفة أخبار اليوم تناولت العلاقات السودانية البريطانية في منشط رئيسي جاء فيه المبعوث البريطاني يصف العلاقات بين الخرطوم ولندن بالمتميزة. صحيفة التيار أوردت عنوان رئيس جاء فيه منع مشار من عقد مؤتمر صحفي في الخرطوم. صحيفة الصحافة انفردت بعنوان رئيس طرابلس مرتزقة سودانيون يقاتلون مع قوات حفتر. ومن اليوم التالي نقرأ السودان يرهن مكافحة تهريب البشر بتوفير طائرات ورادارات أوروبية. ومن صحيفة الجريدة نقرأ وقفة احتجاجية لأطباء الجزيرة بسبب الاعتداءات. وإلى صحيفة المجهر السياسي في صفحتها الأولى التي انفردت بعنوان رئيس يقول الإعدام شنقا على 3 نظاميين باعوا أجانب لشبكة تتاجر في البشر. صحيفة الصحيحة اهتمت بالأوضاع في دولة جنوب السودان في عنوانها الرئيس والذي جاء فيه واشنطن تستدعي سفيرتها من جوبا والكونغرس يدرس إعلان سيلفا كير مجرم حرب. ومن صفحات التيار الداخلية وفي الصفحة الثالثة نقرأ مياه القضارف أحلام صغيرة تقرير أعده محمد سلمان. وفي الصفحة الرابعة بصحيفة السوداني نقرأ جبل أولياء تفاصيل زلزال 8 ثواني تحقيق أجرته أماني حمد منى الأمين. ومن صفحة حدث وحديث بصحيفة الانتباه نقرأ مطاعم الخرطوم بوادر كارثة صحية. صحيفة الانتباه تكشف عن مطاعم مخالفة للاشتراطات في أسواق العاصمة، شواء في العراء ولحوم مجهولة داخل جوالات خيش. ومن الصيحة وفي الصفحة السادسة نقرأ عناوين الاقتصاد، وزير الزراعة الصيني بالبلاد الخرطوم وبكين، الاثنين يراهنان على الحلول الواعدة. تراجع الطلب على الخضروات بسبب الإسهالات المائية. وتصدير 68 ألف رأس عبر ميناء عثمان دقنة. ومن آخر لحظة وفي الصفحة الرابعة نقرأ عناوين أخبار الحوادث، إعادة استجواب مراجع عام في قضية مستشفى حكومي. عقوبات رادعة في مواجهة 67 شابا وشابة تم القبض عليهم في حفل ماجن ومحاكمة 3 متهمين بينهم محاسبان بتهمة الاحتيال في قطعة أرض بمايو. ومن صحيفة الصيحة وفي صفحتها العاشرة نطالع عناوين الرياضة المحلية، في منافسة الدوري الممتاز اليوم الهلال الفاشر في مواجهة الأهلي شندي على ملعب النقعة، عصرا الأهلي مدني أمام تحدي الخرطوم الوطني باستاد الجزيرة مساء لتشهد الميران 8 أهداف. الهلال يتأهب بقوة لعبور السلاطين في جولة الغد واقترب من حسم الممتاز. كاريكا يبدع مشكلا ثنائية مع سوادومبا، والشعلة يربك حسابات بلاتشي بهاتريك. المريخ يتدرب بالمهندسين ونجوبه في معسكر مغلق، وجبرا يوجه اللاعبين بنبرة صارمة. الأحمر يختتم إعداده غدا ويغادر لدارفور بالسبت، وقرارات مهمة للمجلس. ومن أقوال الصحف إلى أهم ما جاء في الرأي، ونفتتح هذه الجولة من آخر لحظة، وفيها يتناول الكاتب الصحفي أسامة عبد الماجد في مقاله الموسوم ب إذا عرف السبب قرار 10/10، تناول في هذا العنوان قضية منع استيراد الفاكهة والخضر والأسماك من مصر، واستهل زاويته بالقول في كثير جدا من الأوقات تتباطأ الحكومة في إصدار القرارات الصائبة في الوقت المناسب،
حتى كادت الحكومة أن تشعرك باليأس من حدوث إصلاح حقيقي أو معالجة قضية في مهدها قبل أن تتكاثر أو تتكابر أمنيا ويصعب السيطرة عليها والحد منها. ويروي عبد الماجد أن الحكومة كسبت الجولة وأودعت في حسابات رصيدها تعزيز الثقة باتخاذ قرار منع استيراد الفاكهة والخضر والأسماك المعطوبة من مصر. وانتهى الكاتب في خاتمة مقاله لأن وزارة التجارة وباتخاذ القرار أثبتت أنها متابعة ويقظة بعكس وزارات أخرى يظهر وزرائها بالباطل على صفحات الصحف. ومن أخيرة الصحافة نقرأ للكاتبة آمال عباس في زاويتها الصدى تحت عنوان وبعدين مع الدواء. بدأت زاويتها برواية عن معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الدواء والتنبيه إلى خطورة ذلك على حياة المواطنين، وكتبت ما يحدث للإنسان عندما يجد نفسه مع عزيز يفترش المرض وهو عاجز على أن يقدم له الدواء، هل في مقدوره أن يكبت الحسرة في صدره؟ ماذا يحدث للإنسان عندما يكبت الصدمة في صدره؟ وانتهت عباس في مقالها إلى أن قضية أسعار الدواء ورفع يد الدولة عن دعمه هي المسألة الأولى التي تتصل بحياة الإنسان أغلى كائن في الوجود، وهي قضية أن يحس الإنسان السوداني بإنسانيته، هي قضية أن تختفي النظرات المنكسرة من عيون الآباء والأمهات والأخوات والأخوان عندما تزورهم الأمراض الأخرى غير الملاريا التي أصبحت مقيمة مع سوء التغذية. قضية علاجها تعميم مجانية العلاج في مستشفيات القطاع العام على الأقل إن بقى هناك قطاع عام. ومن أخيرة التيار نقرأ للكاتب فيصل محمد صالح من زاويته أفق بعيد وتحت عنوان مع التعددية. التعددية في المجتمع البشري أصل وليس استثناء، ولا واحد عند البشر إلا الخالق جل وعلا، أما غير ذلك فمختلف ألسنتهم وسحناتهم وميولهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم وفي ذلك رحمة. ورأى الكاتب أن من يرون أن التعددية هي سبب تشتت آراءنا وتمزق نسيج الوطن الواحد على خطأ، واعتبر أن التسبب في التمزق والتشتت هو منهج رفض التعددية، وتناول تجربته في تغطية الانتخابات البريطانية مرتين، وأشار إن تجربتنا البرلمانية لم تنضج على نار هادية حتى يمكن أن ينتج عنها وعي وخبرة سياسية تقود الناس للالتحاق في جبهات أو أحزاب كبيرة، لكن يتم ابتسار التجربة في كل مرة فتعود لتبدأ من نقطة الصفر. وإلى آخرة الانتباه وفيها نقرأ زاوية الكاتب الصحفي الصادق الرزيقي أما قبل تحت عنوان هل نتفائل؟ سؤال طرحه حول المفاوضات السودانية الأمريكية حول رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وفيها يكتب ثمة أسئلة مهمة حول ما يقال أن الولايات المتحدة بصدد مراجعة بعض العقوبات الاقتصادية على السودان. ويرى الرزيقي أنه يجب أن لا نسرف في التفاؤل، فالإدارة الأمريكية يمكنها أن تعالج في أحسن الأحوال قضية الأوامر التنفيذية التي صدرت من البيت الأبيض في عهد كلينتون وما تلاه، تلك التي وضعت السودان بموجبها في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وختم الرزيقي مقاله بقوله على كل حال ننتظر، والأيام والليالي حبلى يلدن كل عجب، ونحن نعلم كيف تمهد واشنطن للخطوة التي ستقدم عليها عندما تريد تغيير اتجاه الدفة، ففي السياسة مصالح دائمة وليست عداوات أو صداقات دائمة. الآن ننتقل بكم إلى الفقرة التحليلية التي يصحبني فيها اليوم رئيس تحرير صحيفة التيار الباشمهندس عثمان مرغني، فابقوا معنا. لو كنا نسيبها ما بنكتب من جيها وشوقنا
أهلا بكم من جديد في فقرتنا التحليلية والتي يصحبني فيها باشمهندس عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة يارا. وسهلا بك باشمهندس. أهلا وسهلا. نبتدي معك في هذه الفقرة بجولتنا من صحيفة التيار والتي نقرأ عنوانها الرئيس منع مشار من عقد مؤتمر الصحفي في الخرطوم. وفي تفاصيل الخبر، منعت الحكومة النائب الأول السابق لرئيس دولة جنوب السودان دكتور رياك مشار من عقد مؤتمر صحفي في الخرطوم التي فيها هذه الأيام بعد هروبه من جوبا في يوليو الماضي، فيما نفت حركته وجود أي اتجاه لنقله إلى جنوب إفريقيا بحسب مقترح من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وفي وقت نفى قائد فصيل متمرد إجراء مفاوضات مع حكومة الرئيس الفاكير مياردت في نيروبي. برأيك باشمهندس، لماذا منعت الحكومة قيام هذا المؤتمر الصحفي لدكتور مشار؟ نعم، من أول يوم أعلنت فيه الحكومة عن وجود الدكتور رياك مشار في الخرطوم كانت تحت عنوان الحالة الإنسانية، باعتبار أنه يتلقى العلاج بعد إصابته خلال محاولة الخروج من جوا. وباعتبار أن ذلك فقط يمثل عامل إنساني لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بتوازن القوى بين أو التوازن العلاقة بين الحكومة الشرعية في جوبا وبين المتمردين عليها الذين يمثلهم دكتور رياك مشار. الآن يفترض حسب الأخبار أن دكتور رياك مشار تجاوز الحالة الإنسانية وتم علاجه في المستشفى وأصبح الآن في وضع يهيئ له القدرة على التحرك بصورة طبيعية. بالتأكيد انعقاد مؤتمر صحفي يمكن أن يندرج تحت بند الأعمال العدائية ضد الطرف الآخر، باعتبار أن المؤتمر الصحفي هو عمل سياسي محض وهو يمثل نوع من المجهود الذي تقوم به المعارضة في ضد دولة جنوب السودان، ويعني ذلك عمليا أن السودان أصبح في كفة المعارضة باعتبار أنه استضاف هذا المؤتمر الصحفي ومهد له وأعطاه القدرة والشرعية في الوصول إلى الإعلام. موقف الحكومة الآن هو محاولة للتأكيد على أن الحالة التي استضيف بها دكتور رياك مشار حالة إنسانية لا تزال قائمة، وأنه لا يمكن أن تتمدد لأي عمل سياسي، وأن الدكتور رياك مشار طالما هو مقيم في الخرطوم فهو مقيم للعلاج وللمعاملة الإنسانية، وأن أي نشاط سياسي لاحق يمكن أن يقوم به لكن بعد أن ينتقل من الخرطوم إلى أي دولة أو أي عاصمة أخرى. حتى هذا الموقف، هل تعتقد أن وجود رياك حتى هذه اللحظات في الخرطوم يسبب إزعاج لجوبا وأنه يوتر ويؤثر على العلاقات؟ بالتأكيد، حتى ولو كان تحت العلاج، حتى ولو كان تحت في وضع النقاهة، كل هذه تمثل قلق للحكومة، لأنه الآن هو المعارض الأساسي والأوضاع غير مستقرة في دولة جنوب السودان ولا تزال في وضع يمكن في أي لحظة أن يلتهب ويرجع للوضع الذي كان عليه قبل عامين. فبالتأكيد أن حكومة جنوب السودان تنظر بكثير من القلق لوجوده هنا، خاصة على ضوء وجود علاقات سابقة بين الطرفين، بين الحكومة السودانية وبين الدكتور رياك مشار، ووجود اتهامات مستمرة من حكومة جوبا للحكومة الخرطوم بأنها تستضيف وتدعم بشكل من الأشكال المعارضة الجنوبية. فبالتأكيد وجوده هنا يمثل قلق كبير بالنسبة للحكومة جنوب السودان. طيب، الحركات المسلحة الدارفورية الموجودة في جنوب السودان والتي طالبت الحكومة من جنوب السودان إبعادها، هل يمكن أن يكون وجود مشار هنا هو كرت ضغط على الحكومة جنوب السودان؟ هو ربما يكون هناك فهم مثل هذا الفهم يكون موجود في خلفية ربما خلفية المتخذ القرار السوداني، لكن بالتأكيد العملية الآن أصبحت يعني كأنما هي دائرة مستمرة مغلقة. ربما جوبا تنتظر الخرطوم لتتحرك في هذا الاتجاه ثم تطرد أو تتخلص من المناوئين لها في جوبا، وربما الخرطوم أيضا تنتظر جوبا أن تفعل ذلك أولا، فتصبح عملية الانتظار عملية تتحكم فيها الثقة، بمعنى آخر أن كل طرف يعتقد أنه لو بادر فإن الطرف الآخر سيحتفظ بما له. لكن أنا في تقديري الآن في كل الأحوال رياك مشار ربما أصبح خارج اللعبة تماما، حتى ولو احتفظ به الحكومة السودانية فهي تحتفظ به بالوجود الرمزي الاسمي، لكن عمليا على واقع لن يكون له مستقبل في جنوب السودان، لا تأثير له. وهل تتوقع استمراره في البقاء في الخرطوم؟ لا أعتقد ذلك، يعني ربما بطلبه الخاص وليس بطلب من حكومة السودان أن يغادر إلى دول أخرى تستطيع أن تسمح له بمزيد من الحركة السياسية، لأن الدكتور رياك مشار هو مقاتل عنيد جدا، وهو يعني لديه طموحات كبيره جدا، ولا يكف ابدا عن المحاوله والمحاوله تلم المحاوله، ولا يرضى بالفشل. فبالتاكيد سيحاول اذا لم يجد فرصه من العمل داخل السودان سيلجا الى دول اخرى. طيب،
طيب ننتقل إلى صحيفة الانتباه، ومنها نقرأ: البرلمان دخول حاويات مخدرات جديدة. وفي تفاصيل الخبر: كشف البرلمان عن دخول حاويات مخدرات جديدة للبلاد تحمل كميات مخدرات وصفها بالكبيرة. وأفصح رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أحمد إمام التهامي عن دخول الحاويات وبداخلها مخدرات في شكل أقراص شوكولاتة وأدوية أطفال. وقال في تصريحات صحفية أن المخدرات لم تعد البنجو التقليدي، وإنما اتخذت أشكالا أخرى منها أقراص مصنعة في شكل شوكولاتة. باشمهندس، متى يتوقف دخول مثل هذه الحاويات الكبيرة محمل بالمخدرات إلى السودان؟ يعني هذا الخبر مدهش في أنه غير ملفت للنظر، مدهش لأنه متكرر بصورة مستمرة، حتى أصبحت كأنما كلمة حاويات هي تعني جريمة قبل أن تنطق بما بعد كلمة حاويات. فما بين الحاويات المشعة والحاويات المخدرات دائما تظل كلمة حاويات هي الكلمة الأكثر استهلاكا في باب الجريمة في المجتمع السوداني أو في الإعلام السوداني بصورة عامة، ودائما يتكرر هذا المشهد: اكتشاف حاويات، اكتشاف حاويات. هذا بالمعنى الأول يعني عمليا، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار دائما. اكتشاف أي شحنة مخدرات يعني مرور 10 قبلها، بمعنى آخر أنه لا يمكن أن يكون آخر خبر لاكتشاف شحنة مخدرات كانت بعده هذه الشحنة، يعني ليس بينهما شحنات لم تكتشف. بالتأكيد الشحنة التي اكتشفت آخر مرة ربما قبل عام تقريبا، وهذه الشحنة مرت بعدها 50 شحنة أخرى. يبقى السؤال هنا: لماذا تأتي هذه الحاويات المخدرات إلى هنا، خاصة مع سوء الأوضاع الاقتصادية في السودان وضمور التجارة عموما؟ لماذا تكون المخدرات هي التجارة أرباح؟ بالتأكيد الإجابة الأسهل هي أنها عبور، هي ليست لا تستهدف السودان لضعف الوضع الاقتصادي في السودان، لكنها تعبر السودان لدول أخرى. هنا سيصور السؤال الأخطر: لماذا تعبر عن طريق السودان؟ هنا ستكون هناك إجابة مطلوبة فعلا من جميع الجهات المختصة: لماذا يعبر عن طريق السودان؟ هذه الإجابة محورية جدا في إيقاف مثل هذه العمليات، لأن ذلك يعني عمليا أن هناك جهة ما توفر ملاذ آمن أو يعني معبر آمن يستطيع أن يسمح لهذه الشحنات أن تذهب إلى دول أخرى. من يوفر هذا المعبر الآمن؟ من يستضيف هذه الحاويات؟ من يفعل ذلك ويكرر هذا الفعل بصورة مستمرة وهو آمن تماما؟ في كل هذه الشحنات التي مرت الآن والتي ألقي القبض عليها لم نرى متهمين، يعني بل بالعكس المتهمين الذين ربما بالصدفة تلقي بهم أمام المجتمع أو الرأي العام السوداني بعد قليل يبرأوا من تبرأ ساحاتهم، فإذا ليس هناك مجرم حتى الآن. معظمهم من خارج البلاد يستغلون أسماء شركات محلية لإدخال هذه الحاويات خارج البلاد. داخل البلاد الذي خارج البلاد لا يتحرك وحده، يتحرك مع الذي داخل البلاد. إذن لماذا لا يكتشف؟ لماذا نكتشف الحاويات ولا نكتشف الشخص الذي يجلب الحاويات؟ لماذا تظل دائما قضية حاويات وليس قضية أشخاص يجلبون أو يستضيفون هذه الحاويات في السودان؟ هل تعتقد أن هناك تنظيم لهذه العمليات؟ بالتأكيد هذه العمليات لا تتم بصورة فردية ولا تتم بصورة على مستوى واحد، هي تحتاج إلى تنظيم دقيق جدا لأن هذه العملية فنية. هناك أموال ضخمة وراء هذه العمليات، هذه الأموال الضخمة لا تتحرك بفرد أو فردين، يتحرك بمؤسسات والمؤسسات راسخة. وللأسف الشديد مثل هذه المؤسسات خطورتها ليست فقط في الحاويات، لأنها عندما تمرر حاويات وتستطيع أن تماجر هذا العمل وتجد هذه المساحة من العمل، فهي ستمرر أشياء أخرى أخطر كثير من الحاويات، حاويات المخدرات بالتأكيد. طالما أن هناك إمكانية لعبور مثل هذه الحاويات، إذن لماذا لا تجلب أشياء أخرى يمكن أن تمر أو بعضها يمكن أن تأتي إلى السودان؟ طيب إذا كانت يعني السودان هو دولة عبور لهذه المخدرات إلى دول المحيط أو بالذات دول الخليج، يعني لا يكون هناك تنسيق أمني بين الدول لمكافحة هذه العمليات التي تضر دول أخرى أكثر مما تضر السودان؟ أنا سأفترض أن وجود هذا التنسيق الأمني ليس لأسباب ثنائية بين السودان وهذه الدول، لكن لأنه وجود منظومة أمنية تتعقب المخدرات في كل العالم، وهذه المنظومة الأمنية بالتأكيد السودان جزء منها. لكن في كل الأحوال المخدرات حتى في أمريكا وهي دولة ذات قدرات أمنية وشروط بوليسية عالية جدا هي تشكل هاجس كبير، لكن في السودان نسبة لجفاف السوق بصورة يعني تجعل السودان ليس مستهدفا بصورة واضحة. أنا أعتقد أن القبض على الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات وراء هذا العمل أسهل كثير من دول أخرى. فيظل السؤال: لماذا حتى الآن تبدو جرائم بلا فاعلين؟ لماذا تظهر الجرائم ولا يظهر الفاعلين وراء هؤلاء؟ خاصة أنها جرائم كبيرة جدا. نعم. وليست سهلة.
ومن آخر لحظة نقرأ لجنة تقصي حول ري خضروات بمياه الصرف الصحي. وفي تفاصيل الخبر، في أول رد فعل على الخبر الذي انفردت به صحيفة آخر لحظة أمس، شكل وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم دكتور محمد صالح جابر لجنة برئاسة مدير إدارة الهندسة والري المهندس ياسر حسين للتقصي حول ما أثير عن ري مزارع بشرق النيل بمياه الصرف الصحي دون معالجة. قبل يومين انفرد التيار بخبر عن وجود مشاكل في الفاكهة المستوردة من مصر، وأصدرت وزارة التجارة قرار بوقف استيراد الخضر والفاكهة. هل انتقلت العدوى لمزارعنا بالداخل؟ نعم، يعني أنا أستغرب، يعني هو مياه الصرف الصحي هي دخلت في مياه الشرب، يعني هو البني آدم الإنسان نفسه هو الآن في بعض الاتهامات التي قيلت على ألسنة مسؤولين كبار في البرلمان وغيره، أكدوا أنه أحيانا مياه الشرب نفسها اختلطت بمياه الصرف الصحي، فما الذي يمنع بعد ذلك أن تنتقل إلى النبات أن تسقى بها بعض المزارع؟ ثم ما هي المشكلة؟ الخبز ملوث بالمحسنات التي تستخدم فيها الكيميائيات، الألبان ملوثة بكل شيء، ملوثة بالأدوية، ملوثة بالمياه، ملوثة بأشياء كثيرة، اللحوم ملوثة، الأطعمة، الأرفف، المحلات التجارية، الأطعمة التي فيها ملوثة، تاريخ نهاية الصلاحية انتهت، كل ذلك متوفر، فما الذي يمنع بعد ذلك أن تكون أن يستخدم مزارع بقايا الصرف الصحي في، لأن هذه الحالة لما تكون عامة تماما، كل شيء ملوث، كل شيء عام، ومع ذلك لا يبدو في السطح أي إجراءات محاسبة أو عقاب لأي شخص له علاقة بهذا التلوث، والجهات الرقابية كبيرة، المواصفات والمقاييس وغيرها التي تراقب مثل هذه الحالات موجودة ومتوفرة، ومع ذلك في أقرب سوق، أنا لا أتحدث عن أسواق الطرفية، أترك ديك لأنه ديك قضية ثانية، أنا أتحدث عن كبريات السوبر ماركتات الموجودة داخل العاصمة في الأحياء الراقية فيها هذا التلوث في الأطعمة، فما الذي يمنع مزارع في أطراف العاصمة أن يسقي بهذه المياه الآسنة أو يستخدم حالة التلوث؟ هي حالة التلوث هي حالة عامة، هي حالة التلوث للمجتمع، هي حالة التلوث للدولة، هناك مشكلة حقيقية يجب أن ننظر إليها بهذا المنظار. الآن نحن يعني نستمتع بتراجيديا اليوميات، تم اكتشاف هذه، تم القبض على هذا، وتم القبض على هذا، وهناك هذه القصص هي تراجيديا اليوميات، لكن الحل هو ليس حل جزئي يتعلق مباشرة بهذه الحالة، الحل هو حل عام، أن نبحث لماذا كل شيء ملوث، لماذا كل شيء منتهك، لماذا، ومع ذلك ليس هناك أبدا إجراءات محاسبة، ليس هناك أبدا إجراءات معاقبة رغم كثرة الأجهزة الرقابية التي تراقب مثل هذه الحالات. هذه الأجهزة كثيرا ما تشكل لجان للبحث في موضوع هذه المشاكل. نعم، هي اللجان، نحن نصنع اللجان، نحن بلد اللجان الذي يصنع اللجان في كل شيء، لكن هذه اللجان تذهب ولا تأتي، هي دائما لجان في كل مكان، في كل شيء تبحث في كل شيء، هي بالعكس جزء من التلوث الإداري هو وجود مثل هذه اللجان. طيب، أنتقل بك إلى موضوع آخر، لجنة، نختتم هذه الجولة من صحيفة السودان، منها نقرأ: السلطات الأمنية تفك طلاسم اختفاء 4 صبيان من كسلة. وفي تفاصيل الخبر، أعادت السلطات الأمنية أمس 4 صبيان إلى ذويهم بولاية كسلة بعد أن اختفوا في ظروف غامضة، وعثرت السلطات على الصبيان بالخرطوم مساء أمس الأول وهم في طريقهم لمغادرة البلاد إلى أوروبا. وعلمت صحيفة السودان أن 4 أسر أبلغت الأجهزة الأمنية باختفاء أبنائها منذ أمس الأول صباحا. فور تلقي البلاغات شرعت الأجهزة الأمنية في التحقيق والتحري، وتم ضبطهم في منزل بالخرطوم وهم في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا. هذه الحادثة الأولى، ليست الأولى، والقاسم المشترك وصول معظم الشباب من ولاية كسر الخرطوم ومنها إلى ليبيا للذهاب إلى 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 أوروبا. باشمهندس، ألا تعتبر أن ذلك عمل منظم؟ نعم، هذه الأسر المحظوظة، يعني جداً هي محظوظة جدا أن تم القبض عليها، لأنه مثل هذه العمليات هي عمليات طبعا تتم بأجهزة ومؤسسات محترفة جدا لتجارة البشر، هي كل هذه العمليات تتم تحت إطار تجارة البشر، وهي تجارة رائجة الآن هذه الأيام عبر السودان، وهي يعني تجارة رائجة بمعنى أن لديها يعني أموال ضخمة جدا تتحرك في هذا الاتجاه، تعبر أحيانا عن طريق السودان إلى مصر، وأحيانا إلى ليبيا، وأحيانا إلى دول أخرى، في النهاية الوصول المطلوب هو الوصول إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، ثم بعد ذلك القفز عن طريق القوارب إلى أوروبا. وأصبحت الأعداد تتزايد بصورة مستمرة رغم المخاطر الكبيرة، لكن واضح تماما أن الأطرفين، الطرف الذي يهرب والطرف الذي يهرب، كلاهما يرتضي مثل هذه المغامرة ويستطيع أن يدفع فيها،
ليصل إلى بلد الأحلام. هذه المشكلة أنا أعتقد رغم أنها أصبحت الآن مشكلة عالمية لا يعاني منها السودان، بل لا يكافحها السودان وحده إنما تشترك معه الدول الأوروبية وربما أمريكا نفسها، لكن الحل هو حل يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في البلاد ككل، لأن هذه الهجرة هي هجرة اقتصادية، هي محاولة يائسة للخروج من مكان إلى مكان آخر بحثا عن وضع أفضل، خاصة ربما مع الروايات التي تأتي من الذين هجروا في السابق أو الذين هاجروا في السابق والذين يبثون روايات عن كيف تحسنت أحوالهم وعاشوا في بلاد بوضع أفضل، فتأتي دائما مثل هذه المغامرات. يعني أنا سمعت شخصيا لواحد من الذين قاموا بهذه التجربة ونجح في العبور. يعني هي لا يرتكبها إنسان عاقل إلا إنسان يائس تماما من الحياة، لأنه الذي حكاه لي لا أستطيع أن أتصور أنه إنسان عاقل يستطيع أن يدخل في هذه المخاطرة ومغامرة. مخاطرة لأن المسافة التي تكون بلا سلطات، أنا الآن في العاصمة السودانية تحت حماية سلطة موجودة، لكن في هذه المخاطرة هناك يعني حاجز جغرافي وزمني يكون فيه الشخص خارج أي سلطة، يعني كل الدول التي عبرها لا تستطيع أن تفعل له شيء، يكون فقط سلطة المهرب. هذا المهرب هو وضميره، من الممكن أن يلقي بهم في الصحراء لأنه استلم أمواله مقدما، يستطيع أن يفعل أي شيء، أن يلقي بهم في الصحراء ويسهب، وهذا ما يحدث عادة لأن المهرب أصلا استلم أمواله، فيصبح الذي يرتكب هذه المخاطرة دائما يقوم بها بحالة يأس كامل لا يضمن على الإطلاق أنه سيصل إلى البر الآخر. في موضوع التهريب هذا، إذا كنا نحن دولة لعبور المخدرات عبرنا، نحن أيضا دولة لعبور البشر من أفريقيا عبرنا إلى المتوسط، جهود المكافحة الداخلية بسيطة، وربما حتى المجتمع الدولي لم يصل بعد إلى مرحلة تفاهمات كاملة مع الحكومة السودانية لتأمين الحدود ولمحاربة مثل هذه الظاهرات، تأثرت أنها ظاهرة عالمية، كثير من الدول الأوروبية تحتج على ذلك. بعدها قدمت دعم للسواحل الليبية، دعم عيني مباشر ومادي لمكافحة هذه الظاهرة، لماذا لم يتم دعم السودان باعتبارها دولة عبور؟ يعني أنا أعتقد أن هذه واحدة من المطالب المشروعة التي يمكن أن يتقدم بها السودان مقابل أنه يستطيع أن يكافح هذه الجريمة بصورة فعالة، لكن بالتأكيد يعني الذي يرى جبال وسلاسل الهضاب في المنطقة الشرقية مع حدودنا الشرقية يعرف أنه صعوبة حتى في توفر أجهزة جيدة، يعرف مدى صعوبة مثل هذه المكافحة. لكن ربما يسول سؤال من بزاوية أخرى، نحن الآن معبر تجارة البشر، معبر تجارة المخدرات، نعم، معبر تجارة السلاح، معبر تجارات أخرى كثيرة، لماذا لا يكون السودان معبر تجارة شرعية لهذه الدول ونستفيد نحن منها؟ يعني نحن الآن محاطون بدول كثيرة ليس لديها منافذ بحرية وليس لديها منافذ مع التجارة الدولية، إثيوبيا، تشاد، دولة جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، كلها مع حدودنا، لماذا لا يكون للسودان استثمارات في اتجاه وجود المعابر الشرعية للاقتصاد الشرعي الذي يمكن أن يدير على السودان أموال ضخمة جدا، خاصة أن موقع السودان يعني وجود مثل هذه التجارة العابرة الآثمة، تجارة الجريمة، يدل على أن موقع السودان الجغرافي ممتاز جدا، يعني المجرمون اكتشفوا موقع السودان الجغرافي، لماذا لا يستفاد من موقع الجغرافي السوداني لمزيد من الاستثمار في التجارة القانونية العابرة؟ في وجود مثل هذه التجارة الضخمة الجنائية الجريمة لا يوجد أي تجارة عابرة بيننا وبين كل هذه الدول، تجارة مقننة سوى القليل جدا الذي لا يمكن أن يقارن بحجم الموجود الآن. نعم. يعني على سبيل الطرفة في نهاية هذه الإشارة، كنت أنا في عضو في لجنة مكافحة المخدرات، لجنة قومية هنا في السودان، كانت تحاول أن تجمع تبرعات لأعمالها لم تستطع، فانتهز هذه الفرصة مجرد شخص مجرم يعني أو محتال، فتقمص صفة اللجنة وأصبح يجمع تبرعات بطريقته، فألقي القبض عليه، السلطات ألقت القبض عليه، فاكتشفنا أنه استطاع أن يجمع أموال ضخمة جدا، اللجنة الشرعية لم تستطع أن تجمع أي شيء، أما المجرم استطاع أن يجمع أموال ضخمة جدا. هذا هو الحال الآن، المجرمون يستخدمون التجارة العابرة، يستخدمون جغرافيا السودان وميزة الموقع السوداني والحكومة الشرعية والأوضاع والتجارة الشرعية والاقتصاد الشرعي لا يستطيع أن لم يستفيد من ذلك. أشكرك جدا باشمهندس عثمان مراني رئيس تحرير صحيفة التيار على مشاركتك معي في هذا اليوم. مشاهدينا لازلنا نتواصل معكم في منشطات سودانية، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد في منشطات سودانية فقرة محرر اليوم. زرنا فيها صحيفة الرأي العام، جلسنا مع المحررة دار السلام علي والتي كانت قد أجرت تحقيقا بعنوان وفيات الأطفال تتعدد الأسباب والموت واحد. نشاهد سويا. أنا بديت التحقيق لأنس وقفني رقم مخيف جدا، كون إن 10 ملايين طفل يموتون تحت سن الخامسة. هذا الرقم مغلق وموتر جدا، جعلني أباشر طوالي في تنفيذ التحقيق، وأطلق صافرة إنذار من خلال هذا التحقيق لكل الجهات المسؤولة، سواء وزارات الصحة الاتحادية والولائية والجهات المعنية، المجلس القومي لرعاية الطفولة والمنظمات العاملة في مجال الطفولة والأمومة. هذا الرقم هو يعني وترني قليلا وجعلني أبدأ في هذا التحقيق بصورة سريعة جدا. هناك كثير من الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأطفال، من ضمنها الإصابة ببعض الأمراض كالإسهالات والحصبة والالتهاب الرئوي، إضافة للملاريا وبعض الأمراض الأخرى. على حسب تقرير منظمة التقرير اليونيسيف، في 2015 عدد دراسة أن ما بين 15 إلى 30 طفل يموتون تحت سن الخامسة من بين كل 1000 حالة ولادة حية في السودان. من ضمن المعالجات التي قامت بها مثلا وزارة الصحة، أعتقد إنها هي ساهمت ولو بشكل قليل في خفض نسبة وفيات الأطفال، هي العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة أو تحت سن الخامسة. هذا في رأيي ساعد في تقليل نسبة الوفيات ولو بشكل قليل، وساعد على تدني مؤشر نسبة وفيات الأطفال في السودان. في رأيي نحن نحتاج لكثير من الورش والحملات التوعوية على كل الجهات العاملة في مجال الطفولة، على وزارتي الصحة الاتحادية والولائية وعلى المجلس القومي لرعاية الطفولة والمنظمات العاملة كذلك في مجال الطفولة، وعلى الأمهات كذلك والأسر، أن نتثقف وندري كيفية التعامل مع الطفل أو مع الأمراض التي تصيب الطفل. هذه هي بمثابة وقاية أو خير من العلاج زي ما يقولوا، فهذا يسهم بشكل كبير في خفض نسبة وفيات الأطفال، لأن بعض الأمراض أو الأسباب هي تحدث أو الوفيات تحدث نتيجة أمراض يمكن العلاج منها كالملاريا والحصبة، هذه يمكن العلاج منها، ولكن للأسف جدا في بعض الأحيان لا يمكن العلاج منها لأسباب قد تكون أسباب صحية أو أسباب متعلقة بالأسرة أو متعلقة بالجهة الصحية. شكرا دار السلام على هذا التحقيق. والحقيقة أن الحوجة إلى التثقيف الصحي بالنسبة للأسرة وللأمهات وللموضوع الصحة الأسرية هو أمر مهم جدا، ويمكن تفادي أقل الإصابات دعك من الأمراض الموت بطريقة بسيطة جدا بواسطة التثقيف الصحي. شكرا دار السلام، ولازلنا نتواصل معكم في منشطات سودانية هذا اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في منشطات سودانية، والآن ننقلكم إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية والإقليمية، ونبدأ الجولة من صحيفة US Today الأمريكية، ومنها نقرأ: والي نورث كارولينا يعلن حالة الطوارئ بعد اندلاع احتجاجات عنيفة. أصيب شخص ليلة أمس بعد يوم ثاني من الاحتجاجات عصفت بمدينة شارلوت في نورث كارولينا بأمريكا عقب قتل رجل أسود على يد الشرطة. وأعلنت مدينة شارلوت رسميا عبر تويتر أن الرجل قد مات، ولكن صححت المعلومة بأنه كان في الإنعاش، وأضافت أن مدنيا آخر قد أطلقت النار عليه وليس الشرطة. العنف المتزايد دفع والي نورث كارولينا بات ماكروري لإعلان حالة طوارئ، وأمر بنشر الحرس الوطني لمساعدة الشرطة قائلا إن أي أعمال عنف غير مقبولة. وطالبت عمدة المدينة جينيفر روبرتس الناس بالمكوث في بيوتهم داعية إلى الهدوء. وقد اندلع العنف بعد أن قتلت الشرطة كيث لامونت سكوت البالغ من العمر 43 عاما والأب لسبع أولاد. صرحت الشرطة أنه كان يحمل سلاحا وتجاهل أوامرهم لرميه،
وقالت أسرة سكوت أنه كان يحمل كتاب. ونبقى في الصحافة الأمريكية ونقرأ من انترناشونال نيويورك تايمز خبر بعنوان كيف أتينا إلى هنا؟ الحمض النووي يشير إلى هجرة واحدة من إفريقيا. نشرت في مجلة نيتشر البريطانية سلسلة من التحليلات الوراثية غير مسبوقة يوم الأربعاء قد تجاوب على السؤال كيف مضى الجنس البشري قدما لملء الأرض بعد ظهوره في إفريقيا من 200,000 سنة. وقامت 3 فرق منفصلة بتحليل الحمض النووي الذي تم جمعها من جميع أنحاء العالم بعضها للمرة الأولى، ووجدوا أن كل البشر أسلافهم كتلة واحدة خرجت من إفريقيا قبل فترة تتراوح بين 50,000 و80,000 سنة. وقامت الفرق الثلاث بتسلسل الجينوم من 787 شخص والحصول على فحوصات مفصلة للغاية من الكل. وأخذت الجينوم من أشخاص من مئات المجموعات المختلفة للسكان الأصليين في العالم مثل الباسك في أوروبا، الأقزام الإفريقية، المايا، البدو، الشيريا وكري الهنود على سبيل المثال للحصر. وننتقل إلى الصحافة البريطانية، ومن الإنديبندنت نقرأ زعيمة بورما تدافع عن جهود بلادها لضمان أمن وسلامة الأقلية المسلمة. دافعت أونغ سان سوكي في آخر خطاب لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة كزعيمة لبورما عن جهود بلادها لضمان أمن وسلامة الأقلية المسلمة، لكنها تفادت استخدام الاسم المثير للجدل الذي تستخدمه تلك الأقلية لتعيين نفسها وهو الروهينجا. وكانت سوكي قد تعرضت لانتقادات لأنها لم تفعل الكثير لمواجهة معاناة المسلمين الروهينجا في غرب ولاية رافين، وقالت إن الحكومة لا تخشى رقابة المجتمع الدولي لكنها تساءلت عن التفهم والإسهام الإيجابي للمجتمع الدولي. وقد قتل أكثر من 100 شخص وتم إحراق مناطق سكنية عام 2012 للميلاد عندما اشتبكت إثنية رافين البوذية مع المسلمين الروهينجا. وإلى الصحافة الإقليمية، ونبدأ من جون أفريكا، ومنها نقرأ مصرع 32 شخصا في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين بكنشاسا. لقي 32 شخصا مصرعهم خلال المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب إحصائية الشرطة، لكن المعارضة أعلنت عن مقتل 100 شخص بجانب إصابة أكثر من 1000. وكانت المعارضة قد دعت لمظاهرات في كل أنحاء البلاد للاحتجاج على توجه الرئيس جوزيف كابيلا لتأجيل الانتخابات وتمديد فترته الرئاسية. وننتقل إلى ذا مونيتور اليوغندية، ومنها نقرأ مفتش المحاكم في يوغندا يطلب شهادة الحاكم في قضية رشاوي. حيث طلب رئيس مفتشي المحاكم بيوغندا القاضي أوغستين تشيمي من الأفراد الذين يتعاملون مع الحاكم الحضور للإدلاء بشهادتهم في مواجهة الموظفين الذين يطالبون رشاوي، وقال أنه ليس من المجدي أن يظل الناس يزعمون بأن الموظفين العدليين يطلبون رشاوي دون أن يكون قادرين على تقديم أدلة تثبت التهمة عليهم. وقال نحتاج لأدلة تؤكد صحة اتهام أمام المحاكم والقضاء لتسهيل اتخاذ إجراءات ضدهم الآن، لأن المحاكم قامت أصلاً لتحقيق العدالة دون تمييز. ومن الصحافة العالمية ننتقل إلى أبرز ما تداولته الأوساط الاجتماعية، ونبدأ بجولتنا اليوم مع المغردين. دار جدل كبير في الأيام الماضية حول صور وزيرة الدولة بالصحة الاتحادية سمية أكد، والتي ظهرت في ولاية النيل الأزرق على خلفية الإسهالات المائية المنتشرة هناك وهي ترتدي حذاء بيتي، وكان واضحا جدا أن لديها إصبع مصاب. وما بين من أثنى على تفانيها وجهودها ومن تحدث عن عدم ملائمة الشبشب لمظهر الوزيرة، على صوت يقول لأن عقدة الخواجة مسيطرة علينا تماما، لو كانت هذه الوزيرة أجنبية لشكرتم بساطتها وتواضعها، ولكن لأننا دائما ننتقد بعضنا بحدة انتقدتم هذا التصرف. واستولى خبر انفصال النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولي والذي حدث بالأمس اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر. ولقد رصد موقع ذراب المهتم بأخبار مشاهير هوليود التغريدات حول هذا الموضوع والتي قاربت على 1,000,000 تغريدة. كتبت أنجلينا جولي على صفحتها في تويتر أنها ترجو من الصحفيين التوقف عن التحدث عن أبنائها، وقام براد بيت بإعادة نشر هذه التغريدة على صفحته، غرد قائلا أنه حزين جدا بسبب طلاقه من أنجلينا جولي، أما بالنسبة لزوجته الأولى والتي تركها لأجل أنجلينا فقد ضج تويتر بنشر صور لها وهي مبتهجة وسعيدة عن حسابات أشخاص آخرين. فجينيفر لم تسجل دخول للموقع منذ العام 2009،
وكانت أشهر التغريدات التي حازت على إعجاب الكثير من النساء تقول: عزيزات النساء، توقفنا عن أخذ الرجال المتزوجين من نسائهم والزواج بهم، لا يهم من تكوني أو كم أنت غبية، ستطاردك اللعنة ولن تسعدي في حياتك. نشرت صفحة ثقافة سودانية على تويتر صورة بديعة لغروب الشمس من تصوير المصور أيمن الجيلي، تظهر جمال النيل الأزرق وسحره. وعلى صفحة إسرائيل بالعربية نشرت خبر عن كاتب سوداني يقول: سوف أسعى بكل ما أوتيت من قوة لجعل علم إسرائيل يرفرف في الخرطوم. وتعود أصل الحكاية إلى تدوينه عبر فيسبوك، كتبها هذه التدوين الكاتب السوداني عبد العظيم محمد الجعفري، قال فيها: قلت لهم سوف أسعى بكل ما أوتيت من قوة لجعل العلم الإسرائيلي يرفرف في الخرطوم، ولتكن الخرطوم عاصمة السلام والمحبة، وسوف تنتقل كل المفاوضات والمناقشات الإسرائيلية الفلسطينية في الخرطوم، ويتم هنا في أرض النيلين، أرض المحبة، اتفاق السلام بين دولة إسرائيل وفلسطين بإذن الله، على حد تعبيره. انتشر فيديو طريف لطفل صيني جائع في صفحات التغذية في الفيسبوك بصحبة تعليق: الطفل الذي تتمنى أي أم في العالم أن يكون طفلها. صحة وهنا، ومن الجيد أنه ترك الملعقة والإناء ولم يلتهمهم. ختاما نترككم مع أصحاب الريشة الساخرة ورسوماتها الكاريكاتيرية لهذا اليوم، مختارات من الصحف المحلية والعالمية قدمناها لكم. لقاءنا معكم لا شك يتجدد في الغد بإذن الله، وجولة جديدة مع آخر ما أصدرته المطابع المحلية والعالمية. إلى اللقاء.